ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے. ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں. تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا. اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے. ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا. تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں. چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا. آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے. اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تو ابھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو ہے وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں. جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روح زمین سے مٹا دیں گے. آمین یا رب العالمین. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. وقال مالك بن حويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم.
به قال حدثنا محمد بن البشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن أبي جمرة وقال قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر يخبر فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وطاعة الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنطم والمزفة قال شعبة وربما قال النقير وربما قال المقير قال أحفظوه وأخبروه من وراءهم باب الرحلة في المسألة النازلة وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عسير فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والذي تزوج بها فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسألهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره باب التناوب في العلم وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال رضي الله عنه قال كنت وجابر لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي غيره من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوما نوبته فضرب بأبي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن ابن أبي خالد عن كيس بن أبي حازم عن أبي المسعود الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطبل بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف إذا وذا الحاجة وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه فظلت الإبل فغضب حتى احمرت وجئنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة
فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضلت الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. وبه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد رضي الله عنه عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه الغضب ثم قال للناس: سألوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك خذافة. فقال آخر: فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم. قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقال عبد الله بن حذافة: فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ثلاثا. فسكت. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول زور. فما زال يكرروها. وقال ابن عمر: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا. وبه قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة إعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا. وبه قال: حدثنا مسدد وقال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهيك عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسافرناه فأدركنا وقد أهرقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا وبه قال: أخبرنا محمد هو ابن سلام قال: أخبرنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه أو آمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء. ثم كان يركب فيما ثم كان قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. باب عظم الإمام النساء وتعليمهن. وبه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء بن أبي رحاب قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عطاء: أشهد على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوضعن وأمر بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء قال: ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحرص على الحديث. وبه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قيل: يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد
أولا منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا 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 إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. باب كيف يقبض العلم. وقد بأ عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكتبه فإني خبت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وبه قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار وبه قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذوا الناس ورؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفبري حدثنا عبد عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فجعل لنا يوم من نفسك فبعدهن يوم لقيهن فيه فوعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثا من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال أو اثنين. وبه قال حدثنا محمد بن البشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب. قالت عائشه فقلت او وليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلكه. باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. قال له ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه ائذن لي ايها الامير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامر يوم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجره. فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم انما اذن لي فيها ساعه من نار ثم عاده حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح
لا تعيد عاسك ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أبي عن محمد أبي أبي بكرة رضي الله عنهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم أموالكم. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي وبه قال حدثنا علي بن علي بن جعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال عن أبي رضي الله عنه قال قلت لزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس رضي الله عنه إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه هو ابن الاقوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال تسموا باسمي ولا تكن بكنيتي ومن رآني في المنام قد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون اوفیشل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. باب کتابۃ العلم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن شعبي عن ابي جحيفة قال رضي الله عنه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا الا كتاب الله او فهم اعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل فكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. وبه قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن خزعة قتلوا رجلا من بني ليس عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. قال محمد وجعلوه على الشك كذا قال أبو نعيم القتل أو الفيل وغيره يقول الفيل والسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام ولا يختلي شوكها ولا يعدد شجرها ولا تلتقط ساقطتها ولا إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل أو إما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتبوا لي أبي فلان. فقال رجل من قريش ألا إلا الإذخره يا رسول الله إذخر يا رسول الله فإنها نجعل في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذخر إلا إذخر إلا الإذخر
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو قال فانه كان يكتب ولا اكتب تابعه معمر عن همان عن ابي هريره رضي الله عنهم وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثروا اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس رضي الله عنه يقول ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه باب العلم والعظه بالليل وبه قال حدثنا الصداق قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنهم وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة باب السمر بالعلم وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة ان عبد الله بن عمر قال صلى للنبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس 100 سنة منها لا يبقي ممن هو على ظهر الارض أحد وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت على يساري فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة باب حفظ العلم وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان الناس يقولون اكثر ابو هريره ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى قوله الرحيم ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون وبه قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال أبسط رداءك فبسطته فغرف بيديه ثم قال ضم فضممته فما نسيت شيئا بعد وبه حدثنا إبراهيم بن المنذر
قال حدثنا ابن ابي فديك بها بهذا وقال فغرف بيده فيه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته فقطع هذا البلعوم قال ابو عبد الله البلعوم مجرى الطعام باب الإنصات للعلماء وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا بقالي يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله حدثنا أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا خان موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عز وجل عليه إذا لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا ربي فكيف به فقيل له أحمل حوتا في مقتل فإذا قضته ثم فهو ثم فانطلق معه بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مقتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فنام فأنسل الحوت من المقتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخادر وأني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموه أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل
انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا قال فكانت الاولى من موسى نسيانا فانطلقا فاذا غلام يلعب مع الغلمان فاخذ الخازر براسه من اعلاه فاقتلع راسه بيده قال موسى اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينه وهذا اوقد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال الخاضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما قال محمد بن يوسف وبه قال حدثنا به علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة بطوله باب من سأل فهو قائم عالما جالسا وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله باب السؤال والفتية عند رمي الجمار وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجي فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقال رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسقط فقلت إنه يوحي إليه فقمت فلما أنجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال الأعمش هي كذا في قراءتنا وما أوتوا باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي الإسحاق عن الأسود قال لي ابن زبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم قال ابن زبير بكفر لنقزت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن زبير باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا وقال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وبه قال حدثنا به عبيد الله بن موسى عن معروف عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنهم
وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون قال إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر به الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا باب الحياء في العلم وقال مهاجر لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاذ قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت قالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا باب من استحيا فأمر غيره بالسوال وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن حنيفة حنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء باب ذكر العلم والفتية في المسجد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليس بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قارون وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس مسه الورس أبي الزعفران فإن لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. اب ہم کتاب الوضو کی ابتدا کرتے ہیں. کتاب الوضو باب ما جاء فی الوضوء وقول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مره مره وتوضا ايضا مرتين مرتين وثلاثا وثلاثا لم يزد على ثلاث وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاه بغير طهور. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موتا ما الحدث يا أبا هريرة رضي الله عنه قال فصاة أو ذرات. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنهم أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينتفل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب التخفيف في الوضوء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال استجع حتى نفخ ثم قال فصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن ومعلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني رأى في المنام أني أذبحك. باب إسباغ الوضوء. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما إسباغ الوضوء
الإنقاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب فنزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك فركب. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلى بينهما. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يد الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها حتى يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. باب ما يقول عند الخلاء. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. باب وضع الماء عند الخلاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا برقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد ليس عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. باب من تبرد على لبنتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بين البيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. باب خروج النساء إلى البراز.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبردن إلى المناصع وهي صعيد أفيح وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا وقد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز باب التبرز في البيوت وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت على ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس باب الاستنجاء بالماء وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنا سبر مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحادثي أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به باب من حمل معه الماء لطهوره وقال أبو الدرداء رضي الله عنه أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النظر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج باب النهي عن الاستنجاء باليمين وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء باب الاستنجاء بالحجارة وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن العمري بن العمر المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال
اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته وكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتي بعظم ولا روس فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن باب لا يستنجي بروس وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين وألتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روسة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن باب الوضوء مرة وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة باب الوضوء مرتين وبه قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين باب الوضوء ثلاثا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضع عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضع رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها وقال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر باب الاستجمار وتر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهيك
عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا فقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. باب غسل الأعقاب. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان رضي الله عنهم وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال أسبق الوضوء فإن أبا القاسم قال رضي الله عنه قال ويل للأعقاب من النار. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريح أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال سبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأبوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث بها راحلته. باب التيمم في الوضوء والغسل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عتية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ بها الخيوط والجبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري إذا بلغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان هذا الفقه بعينه لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره باب إذا شرب الكلب في الإناء وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة وبه قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على قلبك ولم تسمى على قلب آخر باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء وقال الحسن إن أخذ من شعر أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال أبو هريرة رضي الله عنهم لا وضوءه إلا من حدث
ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال تاؤوس محمد بن علي وعطاء أهل الحجار ليس في الدم وأهل الحجار ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم فلم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن في من احتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الزرططة وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنهم كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أطاع بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قطحت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء باب الرجل يوضي صاحبه وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب موسى مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدا إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة فجعلت أصب عليه وتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إذار فسلم وإلا فلا تسلم
وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاستجعت في أرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من رسول من سورة إلى آل عمران ثم قال إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فقالت أن نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثني عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتي أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أبي الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدي فأجبناه وآمنا واتبعنا فيقال ثم نم صالحا وقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق بالمرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال ابن المسيب المرأة بمنزلات الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أيجزي أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن زيد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أمر بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفزع على يده فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه باب غسل الرجلين إلى الكعبين
وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الطور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثل ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقداح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفزغا على وجوهكما ونحوركما وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه باب وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل ذر الحجلة باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة وبه قال حدثنا مسد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهم أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مسح الرأس مرة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وكفأه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بها ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت أي الفرائض. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنهم قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهلي وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء وصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وبه قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه. وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا لهما في طور من صفر فتوضأ وغسل وجهه 3 ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. وقال عبيد الله قال أخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي بن أبي طالب. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوقيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفقنا نصب عليه تلك حتى تفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس. باب الوضوء من الطور. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكسر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بطور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده من الطور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيديه ماء فمسح رأسه فأدبر بيديه وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبه قال حدثنا مسد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء
ينبع من بين أصابعه من أصابعه وقال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. باب الوضوء بالمد. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. باب المسح على الخفين. وبه قال حدثنا أسبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنهم عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى ابن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليهم حين فرغ من حاجته فتمضأ ومسح على الخفين. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب وأبان عن يحيى. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنهم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب من لم يتوضأ من لحم الشأت والصويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب رضي الله عنه ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. باب من مضمد من السويق ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى ابن حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله عنهم أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويك فأمر به فثريا، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري باب الوضوء من النوم ولم يرى من النعسة والنعستين أبي الخفقة وضوءا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناسع لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ باب الوضوء من غير حدث وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس حا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنهم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويك فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ باب من الكبائر ألا يستتر من بوله وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال أن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجتي أتيته بماء فيغسله به باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنهم قال قام إعرابي فبال في المسجد فناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوه ودعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم مسيرين ولم تبعثوا معسرين. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنهم قال جاء إعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. باب بول الصبيان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. باب البول قائما وقاعدا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعيب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنهم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم السباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ. باب البول عند صاحب باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنهم قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشي فأتى سبات قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فأنتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. باب البول عند سباتة قوم. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن ابن إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. قال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما. باب غسل الدم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن حشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم
تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهره أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فغسلي عنك الدم ثم صلى. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وبه قال حدثني قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها حا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة أو أثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب إلى غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى رضي الله عنها في دار البريد والسرقيان والبرية إلى جنبه فقال هاهنا وثم سواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنهم قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وقال حماد لا بأس بريش الميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشتون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاجي وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعن ميمونة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه وقال معن وبه قال حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا تعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.